بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نتابع بحول الله وقوته هذه المحاضرات التي تتعلق بفقه السيرة النبوية. اليوم إن شاء الله ننهي الفصل الثاني في الباب الأول الذي يتعلق بالمشكلات وكيف تناولها النبي صلى الله عليه وسلم. عرضنا في الحلقات السابقة مجموعة من المشكلات، نقف الآن مع مشكلة الأمية والتعليم. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع أمي، وكانت من أهم المشاكل التي واجهها هي مشكلة الأمية. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك قيمة العلم، وأن سبيل التقدم والنهوض لأي أمة لا يكون إلا بالعلم، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم ودعا إليه، بل وصل الأمر إلى تعلم اللغات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم هم خلاصة الوجود، وهم أمنة الله على خلقه، وهم الذين يحفظ الله بهم هذه الأمة من الزيغ والضلال. ما من خير في هذا الوجود إلا وأصله وأنبته من العلم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أعداء. كان صلى الله عليه وسلم يوجه دائما إلى المحافظة على العلم والثقافة، فلم يهمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلة التعبئة الثقافية والعلمية حتى في أصعب الظروف. كان صلى الله عليه وسلم يكرس من لم يذهبوا إلى جبهات القتال للمدارسة وللعلم. وجدنا يعني عدد الذين يقرؤون ويكتبون في بداية الدعوة عددا قليلا، يعني وكأنهم كانوا يعدون على أصابع اليد، بينما بعد مرور 20 عاما من بدء الدعوة لم يبقى هناك فرد واحد لا يعرف القراءة والكتابة، لأن رسول الله كان حريصا على الدعوة على العلم والثقافة. هذا ما ينبغي أن نتعلمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستثمار في أجيالنا. رسول الله كان من بين من اختارهم واستأمنهم على الوحي الإلهي، وكانوا يصنفون من كتبة الوحي. صاحب 11 عاما سيدنا زيد ابن ثابت، ولاحظوا العمر جيدا، كان سيدنا زيد ممن تعلموا اللغات، فلم يرى صلى الله عليه وسلم في سيدنا زيد شابا ذا قدرات قتالية كان يريد أن يذهب ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه، إلا أنه وجد فيه بعدها قدرات أخرى، قدرات عالية في حفظ القرآن الكريم، وجد فيه قدرة على العلم وشغفه بالثقافة ودقته في طرح المعلومات وعمق الأسئلة. فأسفرت بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم واكتشافه لتلك الموهبة عن توجيهه بعد ذلك ليتعلم اللغة العبرية، فكان هو المترجم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلافة سيدنا أبي بكر أسند له سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه المهمة العلمية العظيمة الأخطر في تاريخ الإسلام كله، وهي مهمة جمع القرآن. بل إن الأمر قد وصل إلى أن يكون هناك كتبة للوحي وآخرون، هذا من باب العلم، كتب هذا مثال سيدنا زيد بن ثابت. من الأمثلة أيضا أن يكون هناك كتبة للوحي، وأن يكون هناك كتبة للمعاهدات، وأن يكون هناك كتبة للرسائل للدول والملوك، وآخرون يكتبون الديون، وهناك من يتعلم اللغات لمخاطبة أصحاب اللغات المختلفة بلغتهم وهكذا. يبقى كان هناك التأكيد الشديد والدقيق والرصين للعلم والثقافة. النساء أتت إلى سيدنا رسول الله شاكيات من غلبة الرجال على مجالسته صلى الله عليه وسلم وعلى مجالسه صلى الله عليه وسلم، فطلبنا منه وقتا يخصص لهن ليتعلمن فيه، فأجابهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في يوم بدر. كان هذا التفكير الرصين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أراد من خلاله أن يجلب وسائل التثقيف والتعبئة العلمية المعرفية بشتى الطرق. فكان هناك بعض الأسرى يوم بدر كما نعلم لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله فداءهم أن يعلموا أبناء الأنصار الكتابة، حتى إن الواحد منهم كان يعلم 10 من المسلمين. هذا استثمار
وهذا تفكير رصين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك كانت محاربة الخرافات وتحصين الأجيال المستقبلية، يعني نحن في ظل الإسلام خلال العهدين المكي والمدني قد ظل الإسلام يحارب الخرافة بالتعليم، يحارب الخرافة بالتعليم وبالتربية كلما أتيحت له فرص لنشر المعرفة وغرس الأدب، وهذا ما نحتاجه في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. فبالتعليم والتربية أسس النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على محاربة الخرافات والدجل وما كان في معاني الخرافة والدجل. لندرك جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يباهي بالكثرة المتخلفة أو الجاهلة أو الهزيلة أو الضعيفة، بل يباهي بالكثرة القوية المنتجة العالمة. فالأصل هو الكيف لا الكم، ومعلوم أننا نعيش زمانا وعصرا ليس السباق فيه بعدد الأفراد ولا باتساع الأراضي، بل بالابتكار والإبداع والاختراعات وبأصحاب العقول الواعية التي تستطيع أن تدرك حقائق الأمور وتعمل على درء الفتن التي تتوالى. من الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الدولة للتخطيط. التخطيط من أهم المسائل التي تتعلق بمستقبل الأمم والدول، لأن التخطيط يبحث عن التنمية والنمو والتقدم والنهضة، ولتحقيق هذا الأساس فقد تم تأسيس هيئة خاصة بالتخطيط في كل دولة كحل مستقبلي لمشكلات قائمة أو كوقاية من مشكلات متوقعة. وبالنظر في حياة سيدنا رسول الله سنجد هذا التخطيط، بل ما كانت فكرة تقترح إلا وكان التطبيق لها عن طريقها، وعلى هذا النهج سار الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنماذج في ذلك كثيرة وفيرة لنقرأها في الكتاب. حل المشكلات كان أيضا عن طريق الشورى، فعندما نتأمل معنى هذا الوصف الدقيق الذي وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خلق نبي الله كان القرآن، سندرك وبكل يقين أن سياسته صلى الله عليه وسلم للدولة وما يتعلق بها وسياسته لبيته وسلوكه بين أصحابه ما هو إلا التزام بالقرآن الكريم. كان النبي يعلم الأمة من خلال أحاديثه أن الشورى تكليف وليست مجرد أمر يجوز الالتزام به أو لا، أو لأجل ذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم حرف اللام الذي يفيد الأمر حين قال إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشورة مسؤولية تطلب ممن كان من أهلها، لأن المستشار مؤتمن كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشورى لا تكون في كل الأمور، لا تكون في أمور الناس التي يعني هي تكون في أمور الناس التي لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان فيما يتعلق بشؤون الدولة هو حاكم ومجتهد، وكان في كل أمر يتعلق بالدولة يكون فيه المراجعة والشورى. فعندما كان صلى الله عليه وسلم يدلي برأيه كان الصحابة يسألونه يا رسول الله أهو الوحي أم الرأي والمشورة، يعني أهو دين ووحي فيكون علينا السمع والطاعة أم هذا من أمر الدنيا والسياسة فيكون فيه الرأي والمشورة. ولأجل ذلك وجدنا السيرة النبوية المشرفة تبرز لنا هذا الالتزام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشورى والتشاور في سياسة الدولة وفي كل شؤونه. حتى إن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننتقل إلى مشكلة أخرى ولعلها تكون الأخيرة في هذا الباب، المشكلات الصحية والطب الوقائي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أتم الحرص على العلم، فلم تكن عناية رسول الله بالصحة أقل من عنايته بالعلم. إذا كانت أصول الطب التي وصل إليها الإنسان بتجاربه المختلفة تدور كلها حول حفظ القوة وعدم مضاعفة المرض والحماية من المؤذيات ومن كل ما يصيب الإنسان بالألم،
فإننا نجد إشارات دقيقة وعميقة للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الجزئيات والأمثلة التي تمثل هذه الأصول الطبية. وجدنا من فقه النبوة هذا الإجراء الوقائي الذي يهتم بحفظ صحة الإنسان، بحماية الإنسان، بوقايته من الوقوع في الأمراض، بصيانته. ذلك لأن الأهم من علاج المرض هو الوقاية منه، الأهم من علاج المرض نفسه الوقاية من هذا المرض. خلي بال حضرتك، عندنا قاعدة فقهية كلية مستنبطة من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها النبي الكريم: لا ضرر ولا ضرار. الضرر هو إنزال الأذى بالنفس، الضرار هو إنزال الأذى بالغير. وهذا الأذى قد يكون نفسيا أو معنويا أو ماديا أو بدنيا أو هكذا. يستفاد من حرف النهي الذي فيه الاستغراق كل أنواع الضرر، كل أنواع الضرر وكل أنواع الإذاء. طيب، الضرر إما أن يكون واقعا وإما أن يكون متوقعا. فإن كان الضرر واقعا يرفع يعني يزال، وإن كان الضرر متوقعا يدفع يعني وقاية. ولذلك استفاد العلماء قواعد فقهية أخرى، إن كان الضرر واقعا يدفع، فقال لك هنا إيه؟ نقول الضرر يزال. إذا كان الضرر متوقع فيدفع، يبقى الضرورة تقدر إيه؟ بقدر. خلي بال حضرتك، طيب إذا كان الضرر واقعا يرفع ماشي، طب إذا كان الضرر متوقعا، ده بقى اللي بنسميه إيه؟ الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير منين؟ من العلاج. طيب تعالوا نشوف كده اللي احنا بنسميه هنا الطب الوقائي. يبقى هنا مشكلة الصحة والطب الوقائي هو ده المفهوم من لا ضرر ولا ايه ولا ضرار. فوجدنا في كثير من الجزئيات إشارات دقيقة لهذا الطب الوقائي، للإجراء الوقائي. جاءت أحاديث ونماذج كثيرة مروية عن سيدنا رسول الله في علم الصحة، ولا سيما فيما يتعلق بالطب الوقائي الذي يشكل جزءا رئيسا ومهما من علم الطب. اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي أكثر وصاياه الطبية مركزة حول الطب الوقائي. على سبيل المثال، مرض الطاعون كان منتشرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن باستطاعة أحد أن يقف أمام هذا المرض القاتل، إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على حذر من هذا المرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبههم إليه ويحذرهم منه. انظروا إلى هذه الإرشادات النبوية الواضحة في العلاج والوقاية والأمر بالتداوي والتحذير من العدوى، هذه مصطلحات نسمعها في عصرنا. وانظروا إلى الأمر بعزل المرضى عن الأصحاء، أهو العزل أهو. فقال النبي في الطاعون: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. إذن ويشير الحديث هنا إلى وقت حضانة المرض المعروف في لسان الأطباء. يبقى كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعيشون بحرفية عالية، يحفظون أنفسهم وحياتهم ويصونها وفق أعلى معايير الوقاية. ليه؟ لأنهم التزموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يضمن لهم الحياة النظيفة الطاهرة. كذلك مثلا من النماذج مرض الجزام والحجر الصحي، ما نسميه بالحجر الصحي الآن، حين قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الفرار الوارد هنا مش بمعناه الحرفي الجري والهرب، لا، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصاية لأمته بمكافحة هذا المرض. يعني إيه؟ يعني نبحث عن طرق الوقاية منه، عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سريان هذا المرض، لمنع انتشار هذا المرض، وإحنا بنسميه دلوقتي في عصرنا بالإيه؟ بالحجر الصحي. طيب هناك نماذج كثيرة. هناك أيضا التوازن في الأكل والطب الوقائي، حين نسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب المرء أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى ده بنسميه التوازن والاعتدال، وده بنسميه برضو الطب الوقائي. طيب النهي عن قضاء الحاجة من بول أو براز في الماء الذي يستعمله الناس في وضوئهم واغتسالهم وسائر شؤونهم، أطلق عليها النبي اسم الملاعن، اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، والظل، وقارعة الطريق. طيب وقد ثبت طبيا
أن هذا الصنيع مع قذارته وتقزز النفوس منه يولد أمراضا وبائية، كما يولد أمراض الإنكليستوما والدوسنتريا. طيب عندنا إيه تاني؟ التحذير من ترك أواني الطعام والشراب مكشوفة. قال صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. إيه المعنى هنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا غطوا الطعام واربطوا قرب الماء، وذلك حفظا للطعام والشراب من سقوط الحشرات المؤذية التي تولد جراثيم المرض، وهذا كله من باب الوقاية والحفظ من الأمراض وأسبابها. الحث على نظافة الفم وطهارته بالمضمضة والاستنشاق، واستخدام آلة لتنظيف الأسنان حفظا للفم والأنف والأسنان، كل هذا كان من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف شدة حرص الأطباء وكثرة وصاياهم على تنظيف الأسنان التي تولد قذارتها أنواعا من الأمراض في كثير من الأجهزة. إذن هذه بعض النماذج التي تبرز لنا الطب الوقائي في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت الطب صحتها وعظم نتائجها في الوقاية وحفظ الصحة. يبقى الضرر إما أن يكون واقعا وإما أن يكون متوقعا، فإن كان واقعا يرفع يعني يزال، وإن كان متوقعا يدفع. يبقى الطب الوقائي هذه مشكلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الجزئيات والإشارات الدقيقة يعني يصون الأمة بهذا الطب الوقائي في الكثير من الأحاديث وفي غير ذلك. بهذا نكون قد انتهينا تماما من الباب الأول بفصليه الأول والثاني، ونكمل إن شاء الله عز وجل مع باب جديد في اللقاءات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.